السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أصدقائي؟ معكم نايم من قناة نيمو. اليوم نشرح تحدي اليوم 12 أو 12 من تحديات الوينترفيست، تحديات الشتاء. بلش مع بعض التحدي، نشوف يا شباب. التحدي هو كالعادة، بنفتح أول شي الجوارب، فوت بنفتح الجوارب، نفتح هديتي اليوم، بدي اخذ سكيل ماموس مشان هيك عم خلص اللي على الشمال. نايس، حلو، تمام. نفتح الجوارب مشان يفتح الستيج 2. التحدي هو انه بدك ندمر السنو فليك 3 وحدات منه، هدول بيجوا معلقين بالبيوت. هلا رح احط لكم فيديو توضيحي وين موجودين وشلون تكسرهم وتخلص التحدي. يمكن اللي شاف التحدي امبارح انا منزله كان تسريب غلط، وانا نزلته غلط فعلا للتحدي، كان حاطط انه اوبن فريزن اللي هو نزل تحدي غلط، بس هلا عدلت عليه ورح يصير نزل التحدي تبع اللعبه، ما تنزل التسريب غير لاتاكد منه 100%. هلا بدي اعرض لكم الفيديو وين بتلاقون شلون بتخلصوا التحدي مشان تاخذوا السنو كريستال اللي هي الباك بلينك اللي معروضه قدامكم هون. اصدقائي ريتال اكثر شي فيها، بتلاقي هون بهذا البيت وهون وهون، اكثر شي ريتال اكثر شي فيها موجودين. بس نحن رح نروح لعند هون، هون في متجر بنروح لهون. ليكن هذول موجودين امامكم اصدقائي، كل اللي عليك انك تقرب عليها وتكسرها بهي الطريقة، تكسر ثلاثة من هدول وهيك بتكون انت خلصت التحدي. وهيك بنكون خلصنا المقطع اصدقائي. يا ريت اذا كملت الفيديو للاخر ما تنسى من الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل التحديات والجيم بلاي، وشكرا للمتابعة، برعاية الله.